السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو تعليمي جديد في قناة مصطفى الطيب. كما وعدتكم في هذا الفيديو سأشارك معكم طريقة أو تطبيق رائع جدا، تطبيق بمميزات خيالية، تطبيق أكيد أنك ستحبه، وأكيد بأن أن بهذا التطبيق ستستغني على تطبيق اليوتيوب الرئيسي الذي تعمل به. كن على يقين أن هذا التطبيق آمن 100% وأن رابط هذا التطبيق آمن 100% وبدون اختصار روابط، بدون أي شيء من هذا القبيل، بل سأضع لكم رابط مباشر من ميديا فايل لتحميل التطبيق، وسأشرح لكم كيفية استخدام التطبيق وكيفية تحميله. أولا، التطبيق اسمه يوتيوب فينسنت، هذا هو التطبيق. هذا التطبيق يعطيك مجموعة من الامتيازات، أولها أنك تشاهد أي فيديو في اليوتيوب بدون إعلانات. فمثلا كلنا نشاهد الفيديوهات في اليوتيوب، يعني ربما قد تشاهد فيلم وطيلة الفيلم تأتيك تلك الإعلانات، نحن سنستغني على هذه الإعلانات. يعني بهذا التطبيق ستشاهد جميع فيديوهاتك وأفلامك في اليوتيوب بدون إعلانات. وكذلك هذا التطبيق يعطيك من مجموعة من الخصائص الممتازة. من بين مميزات هذا التطبيق، أولا أنه يمكنك مشاهدة هذا الفيديو مثلا على شاشة العرض. كيف على شاشة العرض؟ هذا الفيديو مثلا ستضغط هنا وستجد أن الفيديو رغم ذلك، فكما ترون الفيديو يشتغل حتى في الشاشة، يعني يمكن أن أذهب إلى فيسبوك، أن أذهب إلى أي مكان والفيديو ما زال يشتغل معي. مثلا ندخل إلى فيسبوك، فكما ترون الفيديو ما زال يشتغل معي. بالإضافة إلى أنه أجمل من هذا، فيمكنك الاستمتاع أو الاستماع إلى هذه الأغنية دون الحاجة إلى مشاهدة الفيديو. عن طريق كيف؟ يعني بمجرد أنك تضغط على الفيديو تظهر لك هذه الأيقونة، يعني أيقونة السماعة، أنك تريد المزيكا فقط أو الأغنية فقط أو الفيديو على شكل MP3 بدون تحميل هذا الفيديو، بدون أي شيء، بدون كوفر، بدون تحويله. ما عليك إلا الضغط هنا وترى أن الفيديو ما زال يشتغل. ربما لا أعلم أنكم تسمعون الصوت أم لا، نعم أكيد ربما ستسمعون الصوت. هذا الفيديو يشتغل معنا هنا بصيغة MP3، بالإضافة إلى أن هذه الطريقة تستهلك القليل من البيانات فقط، يعني القليل من الإنترنت فقط، لا تستهلك ما يستهلكه الفيديو بجودة 720 وجودة 480. هذه ميزة من بين مميزات هذا التطبيق. وبالإضافة إلى هذه الميزة أنه يمكنك أن تشاهد الفيديو بصيغ مختلفة، يعني أن تشاهد أكثر من 720. ربما إذا كان الفيديو متوفر بال 4K فإنك ستشاهد الفيديو بال 4K، وهذا بطبيعة الحال إن كان هاتفك يدعم ال 4K، بعكس تطبيق اليوتيوب الذي تكون جودة HD 1080 هي أعلى جودة فيه. بالإضافة إلى هذه الامتيازات، امتياز هذا التطبيق هو أنه سريع أو أخف من اليوتيوب العادي. إذن لنحمل هذا التطبيق ونتمتع بكل هذه الامتيازات، ما عليك إلا التوجه إلى الرابط الذي سأضع لك مع هذا الفيديو، يعني في خانة الوصف أو في علبة الوصف. ما عليك إلا الذهاب إلى ذلك الرابط والضغط على الرابط الأول، يعني رابط تحميل تطبيق اليوتيوب فينسنت، وسيعطيك هذه الواجهة مباشرة. ستضغط على هذا الرابط أو يوتيوب فينسنت، ستضغط هنا ثم سيحمل معك التطبيق. أنا شخصيا قمت بتحميل هذا التطبيق مسبقا، لذلك إذا حملت هذا التطبيق أكيد أنه لن يثبت مباشرة في هنا، يعني في المنيو، بل ستذهب مباشرة إلى الملفات، ثم تذهب إلى فولدر أو ملف الدونولد أو التحميلات أو التليشارج على حسب اللغة التي أنت تستعملها، ثم ستجد هنا يوتيوب فينسنت. ربما قد تجده في الأخير أو في الأول على حسب كيف أنت قمت بترتيب ملفاتك الشخصية. تضغط عليه، تنتظر قليلا، ثم تضغط على الانستالي أو التثبيت أو انستالد على حسب اللغة. أنا شخصيا قمت بتثبيته من قبل، لذلك لا داعي لإعادة تحميل هذا التطبيق. ثم تذهب وتستمتع بخصائص هذا التطبيق الممتازة. وهنا سأضع بين أيديكم إشارة يجب أن تعلمها جميعا، وهي أنك لا يمكنك التسجيل بحسابك في هذا التطبيق إلا بتحميل تطبيق آخر
وهو تطبيق صغير الحجم يمكنك من التسجيل في هذا اليوتيوب أو في هذه النسخة من اليوتيوب بحساب الجيميل الخاص بك. نفس الشيء، يعني ستذهب مباشرة إلى الرابط الثاني الذي سأضعه لك مع الوصف، يعني رابط تفعيل أو أداة التفعيل، ستجدها هنا اسمها. تضغط على هنا ثم تذهب مباشرة إلى نفس الفولدر أو نفس الملف، تجدها هكذا يعني FTP، تضغط عليها، تضغط على انستول. انا شخصيا قمت بتثبيتها وهي لن تظهر لك في الشاشة، يعني لن تراها هنا، بل هي ملف داخلي يخزن في الذاكرة الداخلية، يعني لا تظهر هنا، يقول لك انستول فقط، يعني لا يمكن فتحها. مباشرة بعد تثبيت تلك الأداة أو ذلك التطبيق الآخر، وهو لا يتعدى 2 ميجا بايت، لا يتعدى، يعني صغير جدا، تضغط مباشرة على تضغط على هنا، ثم تضغط سكونكتد، ثم مباشرة تضغط على اجيتي أو اجيتي أجوتي أن كونت، ثم مباشرة ستضيف حسابك وستستعمله يوتيوب بديل، عفوا يوتيوب بديل عن اليوتيوب الرسمي. وكن على يقين، أنا متيقن 100% بأن هذا التطبيق سيجعلك تستغني عن تطبيق اليوتيوب الرئيسي، لأن فيه مميزات جميلة، خفيف إلى غير ذلك، ليس خفيف الوزن بل خفيف، يعني سريع جدا، سلس في عملياته، سلس في اشتغاله. أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو، وإذا أعجبكم لا تنسوا الضغط على زر اللايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم، كما أدعوكم للاشتراك في هذه القناة لأنني سأضع لكم تطبيقات أخرى ربما تكون أفضل بكثير من هذا التطبيق، تطبيقات جميلة جدا سوف أضعها بين أيديكم انطلاقا من هذه القناة إن شاء الله. شكرا على المشاهدة، ولا تنسى مشاركة الفيديو مع أصدقائك والضغط على زر اللايك، ادعمونا باللايك لنشر المزيد إن شاء الله. شكرا.